ولنقاش تفاصيل البيان الذي أصدره مجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين بشأن تزايد عملية قتل النساء واختطافهن في مناطق المحافظة، ينضم إلينا عبر الهاتف من صلاح الدين المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ طامي المجمعي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك ست سمية، تحية لك ولجميع مشاهدين. كيف يفسر تزايد عمليات قتل النساء واختطافهن في مناطق محافظة صلاح الدين؟ صراحة ما يخفى عليك ولا على جميع مشاهدي قناتكم الكريمة والعالم، بالنسبة للفترة الأخيرة نحن نراقب انكثف كشيوخ ومثقفين وناشطين مدنيين، نلاحظ تطور كلش خطير على هذه الحالات اللي صارت الفترة الأخيرة من قتل واختطاف النساء في محافظة صلاح الدين، وهذا منحدر خطير جدا. لأن قبل نستثني نقول هذا القتل والاستحواذ على الأراضي والأملاك والكذا ما تخلي بعض العشائر توصل لهذا، لكن الدرجة من توصل إلى سلب قتل النساء وخطفهن واستباح أعراض الناس، هذا شيء صعب. يعني انا في وجهه نظر صعب جدا. ما حدث قبل بحدود 3 ايام او 4 ايام قامت مجموعه من الميليشيات بجلب طلي ونحره ووضعه امام احد المضاقيف اللي موجوده في منطقه صالح الجاسم في الجزيره في الاسحاقي، وسرقت اجهزه موبايل 2. علمه والاهالي قاموا بطرد هؤلاء وصلوا الى نقطه التفتيش وتبين بانهم من عناصر الميليشيات اللي متواجده بالمنطقه. ورا يوم او يومين قاموا باختطاف مره من نفس المنطقه وكانت حامل في الشهر الثامن. بعد ما شهدتهم يغطلون في سياره مركونه في حديقه المنزل قاموا باختطافها وسد حلقها حتى لا تصيح. بعد ما عثروا في سياج البيت صار والتمت الاهالي وتمكنوا من انقاذ هذه المراه، وصارت مشاحنات بين الطرفين. فحسب الروايه اللي وصلتني المعلومات اللي وصلتني احد الاشخاص من هاي الميليشيات يقول له صار اقتلها، يقول له شلون اقتلها مو هاي حام وعندها طفل. فقاموا ضربها على راسها وعلى جسمها الى حين فقدت الوعي وتركها في مزرعه الحنطه اللي قريبه من منزل زوجها. بعد ما صارت مشادات بين الحشد وهاي الميليشيات من اهالي باهانه الشيخ واهانه امام زوجها وزوجها اعتقلوه، وتوسط احد الضباط في عمليات مره افرجوا عنه من هذه الميليشيات وتهديدهم بالوعيد والقتل والتهجير والتصفية في حالة إذا جابوا أي معلومات للإعلام أو للشيوخ العشائر أو للدولة. لأن هذا شيء تهموا العشائر بأن هذا شو سمعة الحشد، وهذا منحدر خطير جدا. فإحنا اليوم كشيوخ ووجهاء عشائر ومثقفين نطالب كل الجهات الرسمية بسحب هذه الميليشيات من محافظاتنا التي تم استباحتها من قبل هذه الميليشيات وفصائل ولائية، واستبدالها بقطعات جيش نظام واجهزه الشرطه لحتى يتمكنون من الحفاظ على الاهالي والمناطق حتى يقدرون يعيشون بسلام. نعم، في هذا السياق وانطلاقا من القصة التي سردتها علينا وسردت تفاصيلها المؤلمة علينا باعتقال المرأة الحامل، الكاظمي أنكر مرارا عمليات التعذيب التي تتم في السجون وطالب من يدعي بذلك أن يأتي بالدليل. إلى أي مدى تعد مثل هذه القصة والشهادات التي استمعنا إليها أيضا قبل قليل عن المختطفين من تكريت أدلة على ما يحدث من انتهاكات سواء في السجون أو من انتهاكات في حق النساء؟ سيدة الفضلة، إذا الدولة تتعاون بين الناشطين والشيوخ والوجهاء تعطيهم الضمان، أنا مستعد أجيب لهم آلاف الأدلة بل ملايين.
الادله على هذه الفصائل الولائيه التي قيمت في محافظه صلاح الدين اكثر من 15 الى 16,000 شخص في صلاح الدين تم تغييبهم بليلة وضحاها. وهناك شماعة أصبح داعش شماعة لهذه الفصائل يعلقون عليهم جرائمها وارتكابها لهذه الجرائم واحتلالها لهذه الأراضي والبساتين والمزارع من حدود بغداد نبتدي من التاجي وصعودا للطارمية. كل الأحداث اللي يصير هي بافتعال فاعل من قبل هذه الفصائل المستحوذة على هذه الأراضي. نعم. والحكومة تعلم والسياسيين يعلمون وكل المتنفذين بالدولة وهاي الكتل السياسية عندهم علم بهاي الفصائل الولائية بما ترتكبه من جرائم وتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. والدليل هذاك جرف الصخر أتحدى أي شخصية سياسية أو بالدولة أو رئيس جمهوري أو رئيس وزراء أو وزير داخلية أو أي وزير مسؤول يقدر يتم جرف الصخر. نعم. اللي أصبحت معامل لصنع الأسلحة وقصفها لبعض الأجهزة الأمنية وبعض المطار السفارات اللي موجودة في العراق وبعض المحافظات اللي مثل الشيخ تامي كان لديكم بيان شديد اللهجة من أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين حيال هذه الانتهاكات المرتكبة. ما الأوراق التي يمكن أن تضغطوا بها لوقف مثل هذه الانتهاكات وحماية المدنيين؟ والله صراحة احنا بالنسبة كوجهاء وشيوخ وعشائر ومثقفين ما عندنا فد شيء نحن بيأهلنا، لان من اما نجي الحشد جربني من كل سلاح. هسه انا بالنسبه لي تجيني لاي منطقه من مناطقنا لاي منزل هم ليش الاهالي شلون حموا هاي المره؟ حموها بركضتهم وجلبوا توثيه او شيش حديد او معول او هاي الاشياء وركضوا وراهم وهذولاك خايفين وفكوا المره. هلا احنا ما عندنا شيء ندافع به عنه، هسه يجي يطب للمنطقه شخص مسدس يأسر عشيرة كاملة لأن ما عنده وسيلة يدافع بيها. يطب أسد أو خنزير جل السامع يطب للمنطقة، ذاك اليوم طب خنزير للمنطقة أكل أطفال اثنين وما عنده فش يدافعون به. فبالنسبة لهم البارحة عملية مدافع نفس المناطق هاي اللي حكينا بها منطقة الجزيرة هو وتفتيش كل المنازل. نعم. وعادة هاي الفصائل من تفتش هاي المنازل تفتش إذا لقيت سلاح مثلا شخص يداوم بالشرطة تحسب العتاد اللي عنده بحيث خاف تصير عملية مداهمة مرة ثانية أو كذا يرتكبون لهم جريمة، يعرفون ايش كم طاقة عنده، يعرفون شنو نوع السلاح اللي عنده، يعرفون مدى قابليته للمقاومة لهاي الأشخاص. شكرا جزيلا لكم المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ طامي المجمعي، حدثتنا عبر الهاتف من صلاح الدين.